هنادي. نعم يا سعيد. وانت ليه ما لمعتيش الجزمه دي؟ حاضر هلمعها لك حالا. قبل حالا، من هنا ورايح تجهزي اللبس من بالليل، واصحى الاقيك داخله عليا بصينيه الفطار. حاضر. هو انت مالك يا سعيد؟ ليه اتغيرت معايا كده؟ كلامك معايا كله بقى جامد، بقى كله شخط ومطر. ليه يا سعيد؟ افتكر لما كنت حنين وهادي انت عملت ايه؟ عملت ايه؟ لا اسألي نفسك. ما عملتش حاجة. ده انت عملت كل حاجة. افتكرت ان ده ضعف وحاولت تركبي وتدلدلي رجليك، عشان كده كل حاجة لازم ترجع لأصولها. وهي دي أصولها؟ ده دي أصول أصولها. يعني انت هتفضل تتعامل معايا كده؟ اه هفضل اتعامل معاكي كده. عارفة ليه؟ ليه؟ عشان انت ما ينفعش معاكي غير كده، ما بتجيش غير بالطريقة دي، بتحب كده. لما الجزمة أنا مستعجل.